انت نصاب. لا يا ادم لا يا ادم اوعى من وشي. تعالى يا ادم اوعى من وشي. يا ادم سيبوا يا ادم يا عمر يا جماعه حرام عليكم. لا يا ادم ضربت البيت يا عمر. طب انا بعزيز الحقيني انت ايه؟ هيموتوا بعض. يا نهار ابيض. ايه ده؟ ايه ده؟ عيب كده يا ادم. عيب اللي بيحصل ده؟ انت شعرجية ولا شمحتجية؟ الله بيتهم. لا جامد ما توريني. بس بقى عيب كده. عيب اللي انتوا بتعملوه ده. الله انا ما رمتكش على كده ابدا. وانت كمان ما تربيش بالشكل ده. انتوا راسيني في عيل صغير نايم جوه وانا واقفة وسطكم. احترموا سني على الاقل. مريم في ايه اللي حصل؟ بيجي يضربني في بيتي. بس بقى احترمني يا اخي شويه. الله مريم خش جوه لابنك. ما ينفعش يا بنتي ما تبصيليش كده وخش لابنك عشان خاطر انا. يلا اتفضلوا اقعد اقعد عشان نتفاهم. قول لي يا عمر، هو صحيح انت جيت هنا عشان تضرب ادم؟ ايه اللي وصل الموضوع لكده؟ اولا انا اسف جدا لحضرتك على المنظر ده، بس عايز اقول لك ان هو اللي ابتدى. انا جيت النهارده عشان سببين. اول سبب عشان افهم من الاستاذ ادم هو منع اختي ان هي تزور اهلها ليه. السبب الثاني بقى واللي انا اكتشفته النهارده ان جوز اختي ابن حضرتك اللي كان مفهمنا ان هو شغال في شركه وادي النيل كذاب وعمره ما اشتغل في الشركه دي اساسا. انا رحت هناك النهارده وسالت بنفسي. طب ايه يا ماما، افضل ساكت كده ولا اتكلم؟ انا ساكت عشان خاطرك. بس ده يا ابني ما يستدعيش ان انتوا تمسكوا في بعض وتمد ايدك كمان عليه. ما هو اللي بدا حضرتك. واحد بيتهجم عليا في بيتي وبيشتمني ويقول عليا نصاب، اعمل له ايه يا ماما؟ اديله رز بلبن؟ ولما سعادتك تدخل بيوت الناس وتتقدم على ان انت موظف في شركه ويطلع كل الكلام ده كذب مش حقيقي، تبقى نصاب ولا لا؟ يبقى انا ما غلطتش. وحياه الغاليين عندك، وحياه الغاليين، وغلاوتي عندك يا ادم. اهدى يا اخويا في الكلام. انا مش عايز الكلام يرجع تاني وتمسكوا في بعض. نحصل والله العظيم امشي وبعتب لكش بيتك ده تاني. حاضر يا ماما حاضر. اتفضل رد عليه. انا وقت ما اتقدمت لمريم كنت شغال فعلا في شركه اسمها وادي النيل المصريه، اسمها كده. وبعدين الشركه دي قفلت وانت عارفه الحكايه دي يا ماما، وما رضيتش اقول بقى لمريم ولا لاي حد خالص عشان مريم كانت حامل وما رضيتش اشيلها هم اكتر من اللي هي شايلاه. اجرمت انا كده؟ اه يعني انا رحت سالت في شركه وادي النيل بس، لكن انت كنت شغال في شركه وادي النيل المصريه اللي قفلت طبعا. وسبحان الله يطلعوا الاثنين بيشتغلوا في طلمبات الميه. ما عرفتكش انا كده بقى، والله العظيم ما عرفتك. انت يا ابني التاليف اللي على الهوا ده انت مش طبيعي. ما انت فعلا بتاع كلام. ها عايزين اسكت له؟ لا يا ابني. بص يا عمر، الكلام اللي قاله ادم دوت لا تصدقه ولا تكذبه يا ابني الا بدليل. أنا بقى كل اللي يهمني في الليلة دي كلها الموضوع التاني، هو ده اللي عندي أهم. على راسي يا حاجة، بس عايز أقول لك برضه إن الكلام اللي هو بيقوله ده ما يدخلش دماغ حد، بس خلينا في المهم. أيوه، خلينا بقى في المهم. أنت باعد مراتك عن أهلها يا آدم؟ أيوه. أيوه. لا يا ابني غلط. غلط يا حبيبي، ما يصحش. أنت برضه ترضى لأختك كده؟ أيوه يا ماما. لو انا بعمل فيها اللي هم بيعملوه كنت هدي عذر لجوزها انه يبعدها عننا. وانا من حق يا ماما ان مراتي تمشي على عاداتنا وتقاليدنا واسلوب حياتنا. انت مش عارف هم بيعملوا فيها ايه؟ بيتريقوا على لبسها وحجابها. غلطان انا كده؟ اه غلطان. ايه يا ماما الكلام انت بتقوليه ده؟ ايوه غلطان يا ابني. وانت عارفني انا في الحق ماليش زي خالص. اولا انت ما ينفعش تقول الكلام اللي انت قلته ده، لان انت لما جيت تتجوز اختي ما خدتهاش من كباريه. ثانيا بقى حضرتك قلت كلمه الحق دلوقتي، وانا هسيبك تتصرفي معايا. يا اما احنا هنضطر ان احنا نتصرف بطريقتنا. شكرا لحضرتك. بعد اذنك. استنى بس يا عمر، نتفاهم يا ابني. ايه يا ابني اللي عملته؟ في ايه؟ كل اللي حصل ده كوم، وانك تمنع مراتك عن اهلها كوم تاني. هي دي الاصول يا ابن الاصول. ماما هو اللي هنعيده هنزيده. انا بقول لك بيعصوها عليا، عايزينها تبقى زيهم تمشي على حل شعرها، وانت بتلوميني ان انا بحجب مراتي وعايزه تمسك في حجابها. يا ابني انا ما قلتش الكلام ده خالص، بس دي صله الرحم. صله الرحم يا ابني ما تقطعهاش. يا ماما انا كده وهي ما اشتكتش لحد،
عشان هي عارفه هما بيعملوا ايه. وانت كلامك طبعا على عيني وعلى راسي، لكن انا في الاخر هعمل اللي انا شايفه صح. انت حر يا ابني. لا ده زودها قوي الصايع ده، ازاي يمد ايده عليك وانت ازاي تسكت له؟ ما سكتلوش طبعا. ايه عملت له ايه يعني؟ اديته على دماغه طبعا، يعني انا هسيبه يضربني واسكت له؟ ضربه في قلبه. استغفر الله العظيم. اللي كنت دايما بقول يا رب عندي جوز بنت كده زي ابني، لكن لا، الولد ده ما ينفعش، الولد ده لازم يطلق بنتي. انا ما اعرفش عالمها كان فين لما سبناها تتجوز الواد النصاب ده. على يدك يا عمر، يا ما قلت ويا ما عدت. ده انا ريقي نشف، مفيش فايده في العند بتاعها والمكابره. لكن توصل انه يمد ايده عليك، امال هي بقى بيعمل فيها ايه؟ يا ماما ده واحنا بنتخانق مع بعض زقها زقه جامده جدا. انا استغربت ان هي ما عملتش اي رد فعل يبين ان هي اتضايقت، استغربت، زي ما يكون متعوده على كده دايما. يا نهار اسود، يعني ممكن الواد الصايع ده يكون بيضربها؟ انا ما استبعدش اي حاجه عن الحقير ده. يا ريتها ما كانت خلفت منه. خلاص بقى، وقت الكلام ده عدى، بعد ما جابت ايمن ربنا يخليه ويحميه. وانا بتكلم عشان ايمن، انا مش مبسوط ان انا ابن اختي يبقى ده ابوه. ما كنتش عايزه يطلع في عيله مفككه، بس احنا برضو اللي غلطانين من الاول. يا ريتنا كنا سالنا عليه، ما كانش كل القرف ده حصل. مريم، مريم، نعم. أيمن فين؟ نام. أنت يعني حبس نفسك في الأوضة من الصبح كده؟ عادي. طب ممكن لو سمحتي تقعدي نقول كلمتين؟ ايه رايك في اللي حصل النهارده؟ زفت. من اول اخويا اللي مديت ايدك عليه، الشركه الوهميه اللي انت شغال فيها، نفضحتي في العماره وانا بصوت زي الهبله، زفت، كله زفت يا ادم. انا مش فاهم انتوا ليه شغلكم، انا بشتغل ايه وما بشتغلش ايه؟ مش مهم ان انا مكفي بيتي وخلاص ولا لا؟ هو مش انا الست اللي تاخد فلوس من جوزها وهي مش عارفه جايبها منين؟ انا مش سارقهم يا مريم. المهم ان انت لما بتعوزي حاجه بتلاقيها، صح؟ لا مش صح يا ادم، انا بعوزه ما بلاقيش. انت فاكر اننا من اول الجواز واحنا ماشيين البيت بالمصروف ده؟ انت حاسبها ازاي؟ انا كل شهر باخد فلوس من ماما، مصاريف الادويه والدكاتره والبامبرز والاكل والشرب والتطعيمات، كل ده منين؟ انت فاكر الفلوس اللي بتديها لي مكفيه كل ده وفي الاخر تقول لي بتعوزي وما بتلاقيش؟ اه يا ادم، وكتير قوي. انا كل ده فاكراك عارف. انت ازاي ما تقوليش حاجه زي كده من بدري؟ عشان ما احرجكش. بقول مرتبه على قده هيعمل ايه؟ حرام عليك يا ادم، حرام عليك، حس بيا شويه. ادم لو ناوي تضرب لو سمحت بلاش. وانا كمان بحبك. عارفة يا حبيبتي، طول ما اهلك بعيد عننا حياتنا هتبقى هادية وجميلة، مش كده؟ بس دول اهلي يا ادم. يا مريم انا اهلك، انا ابوك وامك واخوك وكل حاجة، صح؟ صح ولا لا؟ بس أنا عايز أعرف حقيقة موضوع شغلك، أنت فعلاً كذبت عليا؟ يا مريم أنا عملت كده عشان بحبك ومش عايزك تضيع مني. أنا لو كنت قلت لك وقلت لأهلك في الأول إن أنا شاعر وبس، كنتوش هتقبلوني، صح؟ أنا كنت هقبلك وأنت عارف كده كويس. سامحيني بقى، أنا آسف.
تعرفي ان انا شاعر، بس ما اعرفش اعمل حاجه غير ان انا اكتب. بس بحاول اعمل كل اللي اقدر اعمله عشان ما اقصرش معاكي، ما اقصرش مع البيت. بس انتي ارجوكي ما تاخديش فلوس من مامتك تاني. طيب بس لو اتزنقنا هنعمل ايه؟ مش هنتزنق ان شاء الله. انا حاسس ان الدنيا ابتدت تفتح معايا، بالذات كمان بعد الاغنيه بتاعت كريم شاكر دي ما تنزل. هتشوفي اللي هيحصل. انا متفائل جدا. بس انتي وعديني انك انتي ما تعمليش كده تاني. حاضر حبيبي. انتي عارفه الاغنيه نازله بكره صح؟ ده بجد؟ مبروك. انا حتى اديت فلوس لنصر البواب عشان اول حاجه اعملها الصبح يجيب سيدهيا ويجي. طب ما قلتليش بقى الاغنيه اسمها ايه؟ اسمها نسيت دلالك. ايه؟ نسيت دلال مين بقى ان شاء الله؟ مش خد اي كلام. نسيت دلال اكيد مش انت يعني يا مريم. انا بلطف كل حاجه فيكي. ايه ده يا متخلف انت؟ ايه اللي انت جايبه ده؟ طب غور غور انا هتصرف. في ايه يا ايه؟ ايه الموضوع؟ متخلف ده جايب لي سيدايه مضروبه عشان يضرب 20 جنيه، حاجه معفنه. طب انت عرفت منين انها مضروبه؟ عرفت لان اغنيتي مش فيها. وريني كده. بس دي شكلها مش مضروب. بص الغلاف عامل ازاي؟ شكلها نضيف قوي. انت خبيره يعني؟ مش قصدي يا ادم، بس يمكن يا حبيبي. لا يعني ولا يمكن، بلا بتاع بلا زفت، مضروبه ومعفنه. طيب يا حبيبي طيب، ممكن تهدى؟ نزلنا على دماغي بقى 8 من الو. صباح الخير يا استاذ منظور. صباح النور يا ادم. ايه الالبوم نزل ان شاء الله؟ اه نزل، بس معلش بقى الاغنيه بتاعتك مش معانا المره دي. معانا المره دي ازاي يعني؟ مش معانا ليه؟ معلش بقى يا ادم، النجم شاف انها مش ماشيه مع مود الالبوم، اتشالت على اخر لحظه والله. انا ما يتقاليش ليه يعني؟ عملها لي مفاجاه. انا اللي نازل اسيح في كل حته وكاتب على الفيس وفي المركز الثقافي، ايه القرف ده؟ هتتكلم عادل يا ابني انت. هو برضه اللي اتعامل معايا ده مش صح ولا ايه؟ الو ادم حبيبي، ما تعرفش الخير فين؟ يمكن ده يكون احسن ليك. وانت بقى ام العريف عارفه الخير فين؟ ابعدي عني يا مريم دلوقتي، ساعدي ابعدي عني دلوقتي، ابعدي عني وتقشر. ايه صدقني والله هتتعوض، هم الخسرانين. هم الخسرانين؟ اه. ايه اتنبر لي فيها؟ انا غلطان اصلا ان انا قلت لك. طبعا قلت لامك، امك قالت لاولاد خالتك وقالوا لامهم الحيزبونه، انتوا اصلا عيله فقر، عيله فقر. ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ ايه دخلي انا وعيلتي باي فشل ليك؟ فشل ايه ده؟ فاشل ايه؟ انت اللي فاشل يا حيوان؟ ما تتكلمش معايا كده يا حيوان؟ قلتلك قلتلك نظرا قلتلك ما تتكلمش معايا كده. ايه ده؟ انا المتخلف؟ انت المتخلفه وفاشل؟ كده بس ما تتكلمي، قصرتك كذا مره، قصرتك كذا مره. انت يا حيوان المتخلفه وانت طول عمرك فاشل. مش تحت امرك يا مريم. ايوه ايمان، انت فين؟ تعالي لي ضروري، انا عايزه اشوفك. لا 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 هو مشي. تعالي. سلام.
هارد لك يا عم الشعر والفنانين. زعلان كده ليه؟ طب انا اقول لك على حاجه بسيطه. عارف ميسي بتاع الكوره ساعات تلاقي صحته مساعده في الملاعب وعمال يجري يمين وشمال وهوبا يقوم شايط الكوره، الناس تفكر انها جون تطلع في الاوت. مالك شايل طاجن ستك كده ليه؟ عديها. كاتب لهم اغنيه شربيني احسن من اي حاجه من اللي كتبت في الالبوم. سمعت الالبوم عامل ازاي؟ حاشا وماشا، انا ما بسمعش الاغاني ديت، دي بتاعت الفرافير. تعرف مزاجي كويس في السمع، وبعدين احمد ربنا ان الاغنيه دي بالذات ما نزلتش في الالبوم ده. لو كانت نزلت كانت اخدتك في سكه تانيه. اه كنت هتلاقي عمرو دياب بيكلمك وشيرين بيكلمك وحماء بيكلمك واستوديوهات وحجوزات بقى وايه ومرمطه فاضيه وانت ما انتش فاضي للكلام ده. اسمع كلامي. انا شربيني عايش ازاي بس؟ شوف انا عايزك تستعمل كل اسلحتك الفتاكه، ده انت الموزس بتموت فيك، ده انت جام. قصدك جان يعني؟ ايوه ربنا جان. بص انت رومانسي وحنين وكلامانجي وكل الموزس بتتمناك. قصدك ايه يعني يا شربو؟ عايز ايه بصراحه؟ الست بوسي حط عينها عليك، عايزه تحب وتتحب، وانت كلامانجي وحنين، مش بعيد تعمل لك شريط وتعمل لك فيهم اغنيتين جايز تغنيهم، يعني هتنتج لك من الاخر. يا شربيني انت عايزه تصرف عليا يعني؟ انت عبيط ولا مسطل ولا ايه؟ لا هتنتج هي، وانت هتفيد وهي هتستفيد، ده هي حته عين على البيزنس. امال سيبك من الكلام الهايف وخليك في المصلحه، حط عينك على المصلحه واركب عليها يا صاحبي، وانا اللي هفهمك. مريم انت لازم تتطلقي منه، ده مفيش فايده فيه. يا ايمان انت لو شفتيه امبارح كان بيعمل معايا ايه ما كنتيش هتقولي الكلام ده. انت مش فاهمه، هو لما بيبقى في حالته كده ورايق تعالي شوفيه بيتعامل معايا ازاي. بيبقى حد تاني، بيبقى الشخص اللي انا اتمنيته طول حياتي. عشان كده بقى لما بيقلب عليا ببقى عارفه استحمله. حبه ليا ومشاعره بتخليني اعديله اي حاجه تانيه، وده عندي اهم من اي حاجه. طب وطالما هو كده هو انت جايباني ليه؟ يعني بتشتكي لي ليه؟ هو انت بتغني وتردي على نفسك يا مريم؟ يا بنتي انا محتاجه افكر بصوت عالي، عايزه حد يقعد معايا افضفض معاه. بس بصراحه يعني وانا بحكي لك حسيت ان حب ادم ده لو ضاع مني انا مش هعرف الاقيه تاني. عبيطه انا صح؟ عبيطه؟ لا هو انت متخلفه عقليا. على فكره انا متغاظه منك جدا بجد، انا مش عارفه المفروض اقول لك ايه ولا ما اقولش ايه. مش عارفه يعني ايه. قولي تقصدي ايه؟ اقصد يعني ان اللي بيحب حد مش بيخونه. يخونه؟ لا وضحي كلامك اكتر، انا مش فاهمه انت تقصدي ايه بالكلام ده. ما تلعبيش بأعصابي بقى قولي. بصي يا مريم، انا لما شفت ادم زمان قلت لك عليه انه قمر بس مش شبهنا، وحذرتك اكتر من مره بس انت برضه مفيش فايده. لحد ما حصل موقف غريب انا اول مره احكي لك عنه. لما كنت حامل في الشهر الثالث وكانت حالتك صعبه قوي. هاي مش فارقه. بس بس كده بقول لك ايه، فكك النهارده ان شاء الله يا عمر. بقول لك ايه بقى انت، فكك انت مالوش الظهر. يلا بقى انا همشي عشان كمان لسه هتكلم على حد. لا اوكي، باي باي. اهلا، ازيك يا ايمان؟ عامله ايه؟ ازيك يا استاذ؟ هربان مراتك ولا ايه؟ اتفضلي. طيب اقعدي اقعدي. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. الأخبار؟ تمام. كنت هنا ببص على معرض رسم وعندي قرايه فاتحه بتاعت قريبتي. عشان كده لابسه حته زفه يعني وبتاع. خالص والله، ده انا حتى حاولت ابقى سامبل على قد ما قدرت، بس تقريبا يعني شكلي النهارده عامل قلق. مش فاهمه الناس يعني فجاه عايزه اقول لهم انتوا اكتشفتوا ان انا بقيت حلوه ولا ايه؟ انت طول عمرك قمر يعني. ميرسي يا ادم، ميرسي. قولي صحيح مريم اخبارها ايه واخبار حملها ايه؟ والله تعبانه يعني، مش لطيفه معايا شويه بس انا مقدر طبعا. برافو عليك. بص هو اول 3 شهور حمل دول صعبين قوي بصراحه، ده اللي انا بسمعه يعني من الناس. والله مش عارف هو انت يا امان ازاي كنت ما اتجوزتيش يعني؟ هم رجاله عمي. عادي يعني يا ادم، عادي مش مشكله يعني. عارفه يا امان، من اول ما شفتك وانا شايف ان في بيننا حاجات كتير يعني مشتركه وكده، يمكن حتى اكتر من الحاجات اللي بيني وبين مالي. نصيب بقى، حظي وحش. الكلام ده يا ادم، حظك ايه الوحش؟ اللي انا عارفاه يعني ان انت ومريم اتجوزتوا بسرعه
عشان متفقين في حاجات كتير. الحمد لله كنت فاكره برضه في الاول، بس بعد شويه لقيت ان احنا الاختلافات اللي بيننا اكتر، عشان كده يعني في حد تاني هو اللي في دماغي. وانت تعرف حد على مريم يا ادم؟ لا لا، بس بصراحه في حد انا معجب بيه نفسي اقول له مشاعري تجاهه، يعني نفسي نبقى اصحاب، بس مش الاقي حد اتكلم معاه اقول الحاجات اللي انا مش بقولها لمريم. مش اكتر من كده. مش عارفه يا ادم، بس هو اللي انت بتقوله ده مش صح خالص، وما اعتقدش يعني ان مريم لو عرفت حاجه زي دي ممكن توافق باي علاقه بينك انت واي واحده تانية. هذا انت فاهم. انا ايوه، انت الشخص اللي بتكلم عليه كل اللي بقوله، بس انا محتاج حد اتكلم معاه، حد زيك، حد اعرف افتح له قلبي من غير ما حد يعرف اللي بيننا. هو في ايه يا ادم؟ هو انت اتجننت ولا ايه؟ هو انت ازاي تتكلم معايا كده؟ والله العظيم يا ادم لو الموضوع ده اتفتح تاني لاقول لمريم وتتعامل معايا باحترام بعد كده. انت ما تعرفنيش من الشارع يا ادم. انا اسف، انا اسمعيني بس، انا اسف، انا اسف، انا مش عارف انا بقول ايه اساسا. انا كنت قاعد مع واحد واداني نفسين، انا اصلا ما بشربش فتقريبا بهلفط في الكلام، وارجوكي انسي اللي انا قلته واعتبريه ما حصل. ارجوكي اعتبري اللي حصل ده يعني حصل بينا وما تقوليش لحد. معلش. هو انت بتقولي ايه؟ مستحيل الكلام ده. قصدك ان ادم كان بيحاول معاك؟ بس ادم مش بيطيقك اصلا. طب هو انت ما سالتيش نفسك هو ليه مش بيطيقني؟ ايوه عشان لبسك وستايلك. على اساس يعني ان انا بمشي في الشارع بقميص نوم؟ لا يا ايمان، بس مستحيل الكلام ده. تحلفي على اللي انت بتقوليه؟ لا طب انا بجد مش مصدقاكي. هو انت بتكدبيني انا يا مريم؟ ده لو ساحر لك انا غلطانه اصلا، انا بجد غلطانه. لسه صاحية؟ زي ما انت شايف. انت عندنا ضيوف ولا ايه؟ انا شايف اطباق ومعالق وحاجات. اه كان فيه مين يعني؟ ايمان. وانا مش قلت 100 مره تقطعي علاقتك بالبنت دي؟ ويا ترى عايز نقطع علاقتي بيها ليه؟ عشان لبسها ولا عشان كانت عاجباك؟ كانت عاجباني. جايبه منين الكلام الفارغ ده؟ تنكر انك كنت بتحاول معاها وانا حامل؟ بحاول ايه يا مريم؟ وانا كنت في ايه ولا في ايه؟ وانا اصلا انا شفتها فعلا مره واحده في الكافيه بتاع المركز الثقافي، وهي جت تحكها وانا بعتها عني وسلام سلام وخلص الموضوع، بس انها عجباني وبتاع. ايه الكلام الفارغ ده؟ نعم يعني هي بتتبلى عليك؟ طب يا مريم بذمتك مين اكتر حد بيسخنك عليا؟ مش ايمان دي اللي انت قلتي لي في الاول انها كانت معجبه بيا؟ دي عايزه تخرب علينا. شوفي كل تصرفاتها بتقول كده، صح ولا مش صح؟ دي عايزه توقع بينا يا مريم والله. وبعدين اليوم ده تحديدا اللي هي بتتكلم عليه قربت مني فعلا، وانا وقفتها عند حدها وكانت بتستغل ان انت مشغوله عني وتعبانه وبتاع، وانا ما رضيتش اقول لك طبعا عشان مش عايز اجرحك. بقول لك ايه، ده زي القمر، ما تسيبوه يعمل، انا عيني عليه بصراحه. معقوله ايمان كان بتحاول معاك انت؟ هي دي الحقيقه. كنتش عايز اقول لك بس خلاص، عشان كده وده السبب الوحيد اللي مخليني عايزها تبعد عن حياتها. فارجوك يا مريم، ارجوكي اقطعي علاقتك بيها، دي انسانه خاينه. عندك حق يا ادم، عندك حق، انا مصدقاك. ايوه كده يا مريم، انا عايزك تبقي واثقه فيا بالكامل، عايزك ثقتك تبقى كبيره فيا. وبعدين انا اسف قوي على اللي حصل النهارده الصبح، انا ما كنتش في وعي. انت متخيله الصدمه كانت عامله ازاي بالنسبه لي يعني؟ بس طول ما انت جنبي حبيبتي انا هكمل. ومن يوم ما كنت عندها وهي ما بتردش خالص على تليفوناتي، حتى الواتساب كانت بتدخل تقرا كلامي وما تردش عليا، ودلوقتي يا طنط عملت لي بلوك، انت متخيله؟ طب ازاي ما تقوليليش الكلام ده من بدري؟
الحيطان صعب عليا قوي، يعني اتخيل ان لازم يكون في واسطه بيني انا ومريم عشان اعرف اتكلم معاها. والله العظيم انا حاسه ان انا في كابوس. معلش حقك عليا، ان شاء الله غمه وتزول. صحيح يا طنط، انت كنت عايزاني اجي لك النهارده. اصليه كمان ما بتكلمنيش في التليفون حتى بقى لها يجي اسبوع واكتر، ولما بتكلمني برد عليها بصراحه بكلمه ونص. لحد انت النهارده ما جيتي وحكيتي لي اللي حصل، قلت الست هانم لازم تيجي بقى وتعرفي الحكايه. لا يا طنط، ما كانش له لازم ان هي تيجي. وبصراحه يعني لو مريم مش عايزه تعرفني تاني، انا ما اقدرش اجبرها ان هي تعرفني بالعافيه. اوعي تقولي الكلام ده تاني، ان شاء الله هتيجي ونعرف منها ايه اللي حصل. ايه بقى يا شاعر؟ الله، انت بتتقل علينا ولا ايه؟ ده الست بوسي من ساعه ما شافت صورتك وهي وجعلي راسي. انت بذمتك مش مكسوف من اللي انت بتقوله لي ده يا شربين؟ واتكسف من ايه؟ يا بخت من وفق راسين في الحلال. النبي يا شربين يطلع من دماغي دلوقتي. يعني انا لو قلت لك ان النجمه بوسي داخله علينا دلوقتي هتكسفني معاها؟ هتحبطني وياها؟ طب وهي تيجي تعمل ايه؟ ايه؟ تثقف يا حبه عيني، مش المكان ده برضو بتاع الثقافه للجميع؟ ازيك يا سامر؟ الحمد لله مدام مريم. ازيكي؟ ازيك يا ايمن حبيبي؟ خدي. ماما فين؟ جوه. لا ده انت مصممه بقى. انا اصلا كنت عايزه امشي. لما تشوفيني ما بردش على رسايلك ولا مكالماتك، المفروض تعرفي ان انا فهمت وعرفت كل حاجه. انما واضح ان مفيش دم. ايه يا مريم؟ جننتي في مخك ولا ايه؟ ازاي تكلميها بالطريقه دي؟ سيبيها يا طنط، سيبيها براحتها تغلط وتقول كل اللي عندها، خليها تجيب اخرها.